تارك حار شباب، معكم شركية وشركة كيا. جاكم فيديو جديد. طيب شباب، حاليا مصر تقريبا خمس دقائق نزل اعلان جديد لمافي الزومبي القادم، او ممكن مو اعلان، انه كاتبين ايثر ستوري ريتيرن، فانه مثل عرض تشويقي لعودة قصة الايثر ومدتها دقيقتين تقريبا. شيء جدا رهيب، راح نشوفه حاليا مع بعض، شوفوا ردة فعلي عليه، وبعدين راح اسوي تحليل كامل بهذا الفيديو نفسه، مو فيديو تاني، لا هالفيديو ردة فعل وتحليل. طبعا انتم قاعدين تشوفوا الفيديو يوم السبت، انا حاليا يوم الجمعة، فلبين ما اديت وتحليله هيك راح تشوفوا اليوم اللي بعده اللي هو حاليا يوم السبت. ملاحظة بسيطة، العرض ما هو مترجم. إذا بدكم تشوفوا العرض مترجم، تعالوا على حسابي على تويتر، راح تلاقوا أول لينك موجود بالوصف. وحسابي على تويتر دائما أسولف فيه مع المتابعين عن الزومبيز والريتويت، يعني إذا كنت من أحد المتابعين الزومبي اللي تابعيني عشان نظريات الزومبي وهالكلام كله، تعال على تويتر، مو انستغرام ولا شيء، تعال على تويتر، لأن تويتر أكثر شيء أتكلم فيه عن قصص الزومبي وتحاليل وكل شيء. فيلا خلينا نبدأ بالفيديو. اوكي يلا نبدا. الفا اوميجا، خلاص اسم الماب الفا اوميجا ايثر ريتيرن. اوكي ايثر ريتيرن، يعني يمكن مقطع ما له علاقه لا اعلان ولا شيء، مقطع لقصه الايثر ويمكن ما له علاقه بالماب. لا بس كاتبين الفا اوميجا، خلينا نشوف. A little learning is. اوكي هذا الكتاب اللي شفناه. Drink deep. الكلام قاعد ينمسح. هذا اظن لما ركتوفن ببدايه بلود اوف ذا ديد قرا الكتاب. الصوت جدا عالي. لما قرا الكتاب قاعد يتغير. سامانثا الوحش من ريفيليشن. I have drunk so deeply that my every fiber aches. ايش ليه جايتني قشعريره؟ لسه ما في شيء يعني، بس جسمي هيك فجاه قشعريره. اي شيء له علاقه بالزومبي. اوكي قاعدين يورجونا كيف شخصية كيف ماتت. هالبوستر من ريفيليشن من الكوميك الزومبي الاخير. بروكن اروز، لانه الشركة غيروا صفحتهم على تويتر لبروكن اروز. بروكن اروز اللي هم دكتور مونتي. اول مرة اشوف دكتور مونتي ببلاك اوبس 4 شادو مان. بيتر ماكين تبع شو اسمه بشي نوما شخصية ترانزيت. هو الحرب العظمى، The Great War. والحين انت بهالشغلة، نيكولا قاعد يتكلم لكل شيء. هاد جيش الكيبر دكتور مونتي اللي بالنص. وهاد شادو مان شكلهم نفس الشيء. هاي الحرب العظمى، بس وين شخصيات برمس؟ بس لا في شيء كمان. بس اوه ماي جاد، شيء مجنون. ليش طالع لي جيم اوف ثرون بكل مكان؟ شيء مجنون. خلينا نروح على التحليل. طيب شباب، قبل ابدا بالتحليل، في فيديوهات يفضل انكم تشوفوها قبل هالفيديو او بعد هالفيديو، ما تفرق. الفيديو الاول اللي هو شرح قصه الزومبي كامله، مدتها ساعتين تقريبا، هذا جدا رهيب. الفيديو يشرح لك قصه الزومبي كلها ما قبل بلاك اوبس 4، ما قبل كسر الدائره. وبعدين في فيديوهين اثنين، جزء اول وجزء ثاني، راح تلاقوا روابطهم كلها موجوده بالوصف. هالفيديوهات تشرح لك قصه الزومبي ببلاك اوبس 4 بعد ما انكسرت الدائره، اللي هي قصه ماب كلاسيفايد وبلود اوف ذا ديد. ضروري تشوف هالفيديوهات اذا ما شفتهم عشان تعرف الاحداث بالقصه وتفهمها. وكمان بس حاب احكي لكم ان اسم الماب القادم هو الفا اوميجا، والفا معناها البداية، اوميجا النهاية.
فبالمختصر بداية النهاية. فيعني بلمحوا انه هذا الماب قبل الاخير هو بداية النهاية، والماب الرابع هو النهاية بشكل كامل. وهذا ما شفتوا من التسريبات، اظن كلكم شفتوا انه الماب الجاي راح يكون نيوك تاون زومبي. الفا اوميجا هو نيوك تاون زومبي، بس نيوك تاون زومبي راح يكون فقط غرفة البداية بالماب، ما راح يكون الماب كامل نفس بلاك اوبس 2. راح يكون في بنكر تحت الارض واشياء جدا كثيرة. فيلا خلينا نبدأ بتحليل الإعلان. طبعا بنشوف أول شيء إنه الكلام المكتوب على كتاب الكرونوميوم قاعد ينمسح. هذا الكلام اللي كان قرأه ريكتوفن كان الخطة اللي لازم يمشي عليها ريكتوفن. اللي ما يعرف الكتاب هذا، مجرد ما يقرأه شخص يتغير الكلام على حسب قرأه. فالكلام قاعد ينمسح، كلام ريكتوفن قاعد ينمسح، لأنه ريكتوفن مات ببلود اوف ذا ديد، واللي قاعد يقرأ الكتاب هو نيكولاي. فقاعد يطلع كلام جديد لنيكولاي. نيكولاي قاعد يقول لما الكلام قاعد ينمسح ان القليل من العلم جدا جدا خطير، وانه هو كان بيعرف اشياء جدا جدا قليلة عن الخطة والعوالم وهيك، وبس قرأ الكتاب صار بيعرف اشياء جدا كبيرة عن العوالم والابعاد والاطفال والحرب العظمى وكل شيء. وقال حرفيا انه انا خايف اجن من المعلومات يلي مخي قاعد يستقبلها. فإن حاليا الخطة اللي ماشية على كتاب الكرونوميوم هو كله من قراءة نيكولاي، ونيكولاي هو القائد الجديد للمجموعة. ومنشوف الكلام قاعد ينمسح، بس الصورة يلي عليها الجهاز اللي تعزف فيه ريكتوفن الدارك ميكانيزم ما انمسح ولسه موجود. فهذا معناته انه الخطة هاي والاحداث هاي كانت موجودة على خطة ريكتوفن لما ريكتوفن قرأ الكتاب، ونفس الشيء على خطة نيكولاي وقت نيكولاي قرأ الكتاب، بس مو صورة عذاب ريكتوفن ما هي موجودة بالخطة ريكتوفن الأصلية الأولية. لا، مثل ما تتذكروا بكاتسين بلود اوف ذا ديد لما جاء ريكتوفن وقرأ الكتاب شاف انه قال انه الكلام قاعد يتغير، دمي دمنا كيف تسمح لي، كيف تتوقع مني اسمع هالشيء، ورمى الكتاب على ريكتوفن المختبر. فانه ريكتوفن بهديك اللحظة شاف هالصورة، شاف انه هو لازم يضحي بحاله ولازم يموت اخر شيء، وكان قاعد يشوف انه الكلام قاعد يتغير، وعلى الارجح الكلام قاعد يتغير لنيكولاي. الكتاب يعرف انه نيكولاي هو القارئ الجديد تبعه، فقاعد يتغير لنيكولاي. مشان هيك صورة ريكتوفن قاعد يموت ظلت موجودة، بس الكلام او الخطة قاعدة تتغير للقارئ الجديد اللي هو نيكولاي. وفي شيء صراحة ماني فاهمه كتير، فأتمنى تساعدونا بالتعليقات، اللي هو شفنا صورة من الكتاب قاعدة تنمسح، والصورة هاي شفناها بآخر كوميك للزومبي اللي هم ثلاث شخصيات بريمس ديمسي تاكيو نيكولاي مع ريكتوفن ألتيمس الكبير رايحين لعند دكتور مونتي. هذا الشيء نحن ما شفناه، وشفناه انه قاعد ينمسح من الكتاب. فقاعد ينمسح من الكتاب معناته هذا الشيء كان على خطة ريكتوفن، وخطة ريكتوفن هي السايكل. وانا سويت فيديو مدته ساعتين شرحت لكم السايكل كلها، كل شيء صار فيها، ولا كان في لحظة ان الشخصيات الصغيرة التقوا مع ريكتوفن الكبير وراحوا لعند بيت دكتور مونتي. فيا اما هذا الشيء كان بالسايكل اللي هو خطة ريكتوفن، بس ما شفناه قبل وما كان مذكور، مع انه لازم يكون مذكور، او شيء لسه راح يجي بالمستقبل راح نشوفه انه الشخصيات الصغيره يلتقوا مع ريكتوفن الكبير ويروحوا لعند بيت دكتور مونتي. بس اذا شيء راح نشوفه بالمستقبل، ليش قاعد يختفي من الكتاب؟ مفروض يضل موجود هالكلام بالكتاب، يعني ورجونا انه موجود وقاعد يختفي، معناته هذا كان من خطة ريكتوفن وقاعد ينمسح لنا حاليا نيكولاي اللي قاعد يقرا الكتاب. فصراحه النقطه ما لي فاهمها، يعني الشيء نحن ما شفنا اصلا بخطط ريكتوفن، ما كان موجود بالسايكل الاصليه، وحاليا قاعدين نشوف انه قاعد يختفي، وهالشيء بدل انه لا كان موجود بالسايكل الاصليه. فما ادري الصراحه، اتمنى تفيدونا بالتعليقات بتحرياتكم عن هالنقطه. ومعلومه كمان عن هاللقطه، اظن الميت اللي شايفين ايده هو ريكتوفن، والسلاح اللي موجود سلاح نوعا ما قصته غريبه. اول شيء هذا السلاح هو أول سلاح تم الموافقة عليه بتاريخنا الحقيقي للقوات البريطانية عام 1800 ليستعملوه بالحرب على زمن نابليون. فهذا أول سلاح كان للجيش البريطاني بالثمانينات، يعني من 200 سنة تقريبا. واللي نعرفه أن موقع بيت دكتور مونتي موجود ببريطانيا، سويت فيديوهات من زمان وحللت عن هالشيء، فممكن لهم علاقة ببعض. وكمان ملاحظة، هذا السلاح منشوفه على الحيطان بماب دير ايسندراخ، ما فينا نلعب فيه بس منشوفه موجود هو على الحيطان وجنبه السيوف. فشيء غريب صراحة، ما أعرف ليش حطوه وليش كان موجود بدير ايسندراخ. بعدين منشوف لقطات لمود ديمسي وتاكيو بزيتسو بونوشيما ودير ايسندراخ،
وبنشوف نيكولاي بيحكي انه عانينا من الم جدا كبير بالماضي. قصده اول شيء وجع ديمسي انه يقتل حاله الكبير، وجع تاكيو انه يقتل حاله الكبير، وكمان تاكيو انه اكتشف انه حياته كلها كذبه، وانه ولاؤه للامبراطور وكل شيء كان كله مبني على كذب. فعم يذكرونا انه الاحداث هي على طول من بعد زيتسوبونوشيما، لسه جورد كروفي ما صارت، فبلود اوف ذا ديد صارت بعد زيتسوبونوشيما، والكلام هلا بعد زيتسوبونوشيما وبلود اوف ذا ديد. فالشخصيات لسه عندهم ذكريات الالم والاحزان اللي صارت معهم من قتل تاكيو الكبير وقتل ديمسي الكبير. فاتكلم عن الام الماضي والاشياء اللي عانوا منها، وبعدين حكى عن pain yet to come and only I know it، انه عن الالام اللي لسه راح يعانوا منها، وانه هو الوحيد اللي بيعرف فيها، لانه هو الوحيد اللي قرأ الكتاب وبيعرف الاشياء اللي راح تصير وبيعرف شو الالام اللي راح يعانوها كمان. فاتوقع قصده عن الالم القادم انه راح يضطر يضحي بحاله، وعندنا كتير دلائل على هالكلام. اول دليل انه بBlood of the Dead لما ركتوه في المعركة العظمى قابل مع نيكولاي وحكى له راح نحتاج روحك للقضاء على دكتور مونتي، هي اول شيء راح نحتاج روحك، فانه نحتاجك ميت، نحتاج روحك لنقتل دكتور مونتي، هي اول شيء. I am in no hurry to ensnare my mortal soul. That will not be necessary, Nikolai. The future has changed. The Cronorium. Read it. Learn of your true calling. You must keep your soul. It will be needed to defeat Dr. Monty. Who? بعدين حكى بالأخير أنا أعرف شو الشيء اللي لازم نسويه وأعرف مين اللي راح يسويه، فإنه يعني قصده يعرف شو الخطة اللي لازم يمشي عليها، ويعرف إنه هو اللي لازم ينفذ الخطة، فإنه لازم يضحي بحاله بشكل ما أو بآخر. وآخر الشيء قالب الإعلان أتمنى الكل يترحم على روحي. فإيه، وكمان في الملاحظة جدا مهمة، شفنا سامانثا بالإعلان برا الهرم، فهل هذا الشيء معناته انه نيكولاي رح يدخل جوا الهرم الام بي دي ويتحكم بالايثر، لانه هو الوحيد اللي عنده روح، وشفنا سامانثا برا الهرم بشكل ما او باخر، فممكن هذا سبب اهمية روح نيكولاي وليش هو صار القائد الجديد للمجموعة. ومنشوف بعدين بالاعلان نسختين من سامانثا، سامانثا تبع البيت وسامانثا اللي كانت بالهرم، هدول نسختين عن سامانثا كل واحدة ببعد مختلف عن الثاني. سامانثا الموجودة عن البيت لامورها كلها تمام، اللي شاف فيديو شرح قصة الزومبي بشكل كامل ساعتين تقريبا راح يعرف انه مين هي سامانثا ومين هي سامانثا. سامانثا اللي جوا البيت هي بعد الاحداث كلها وتفجير الكرة الارضية باحداث ما بيريد، شافت انه ابوها شرير وراحت لعند ابوها بالبعد اللي هو بعد اورجنس، بينما سامانثا الثانيه هي لسه سامانثا قاعده تتحكم بالزومبي قبل احداث مون، لانه شفنا بكلاسيفايد انه الشخصيات لسه ما وصلوا على المون، بعد شنغريلا راحوا لكلاسيفايد ما طلعوا على المون، فلسه سامانثا موجوده هناك، لسه ريكتوفن ما بدل روحه مع روح سامانثا، فهي سامانثا الموجوده. فاي عندنا نسختين من سامانثا. بنشوف سامانثا هي قتلت احد الابوثكن باستعمال السامرين كي، والطاقه اللي استعملتها لتقتل ابوثكن السامرين كي بنشوف شيء جدا مشابه إلها باستعمال احد الكيبرز بعدين بالفيديو تبع بلقطه المعركه العظمى، فانه نوعا ما سامانثا بجهه الكيبرز مو بجهه الابوثكن. وبعدين بنعرف من راديوهات كلاسيفايد انه الحكومة الامريكية عندهم نسخة عن هرم الام بي دي، هرم الام بي دي اللي موجود على القمر اللي حكيت لكم من شوي انه ممكن نيكولاي يدخل فيه. من راديوهات كلاسيفايد بنعرف ان الحكومة الامريكية عندهم نسخة مشابهة له بس مو هو نفسه، بمنطقة اريا 51 بجروم ليك اللي هي ماب نيوك تاون، نيوك تاون كان باريا 51، وتحسب التسريبات اللي طلعت عرفنا ان الماب القادم نيوك تاون راح يكون نيوك تاون زومبي، بس نيوك تاون زومبي راح يكون غرفة البداية فقط، ما راح يكون انه الماب كله نيوك تاون، لا راح يكون فقط تبدأ بنيوك تاون والماب فيه اشياء جدا كبيرة. فايه سامانثا اللي بنشوفها موجودة هون اللي قاعدة تطير من الهرم
هذا الهرم مو تبع مون، هذا الهرم تبع الحكومة الأمريكية يلي موجود بنيوك تاون، لأن لو بتلاحظوا الهرم تحت فيه له 3 قواعد، بينما الهرم الموجود على القمر كان له قاعدة واحدة فقط. فالحكومة الأمريكية بشكل ما أو بآخر قدروا يجيبوا سامانثا لهرم الـ MPD تبعهم اللي هو بأريا 51 اللي هو بماب نيوك تاون زومبي، أو بالمختبر اللي تحت الأرض بماب نيوك تاون زومبي اللي سمعنا عنه كثير. ومنشوف العلماء من الحكومة الأمريكية قاعدين يحاولوا يشتغلوا على الهرم أو شيء، وسامانثا بتعصب وبتطلع وبيطلع أشعاعات كهرباء بكل مكان وبتقتلهم وبتحولوا زومبي للعلماء، فإنه خططهم كلها فشلت. والعلماء هدول والمنظمة تبع الحكومة الأمريكية هدول مجموعة بروكن أروز. شركة تريارك على تويتر من يومين غيروا شعارهم لشعار مجموعة بروكن أروز. بروكن أروز هي مجموعة نفس مجموعة 935 الألمانية ومجموعة ديفيجن 9 اليابانية، اللي هي مجموعة من العلماء بالحكومة الأمريكية كان شغلهم يدرسوا العنصر 115 أو شيء من الكلام، فكان هون عم بيحاولوا يستحوذوا على سامانثا مشان ما تهجم عليهم بهجوم زومبي آخر. اللي شاف الفيديو أبو ساعتين رح تعرف إنه الأحداث من بعد ماب 5 الحكومة الأمريكية قدروا إنهم يثبتوا الأشياء وينهوا هجوم الزومبي، وعرفوا إنه سامانثا هي السبب، فمن بعدها قاعدين يحاولوا قدر المستطاع إنهم يقضوا على سامانثا أو يعني يتأكدوا ما يصير هجوم زومبي بالمستقبل. مشان هيك أنشأوا منظمة بروكن أروز. بس بنشوف حاليا إنه بسبب هالمنظمة وبسبب تحكمهم بسامانثا، سامانثا قتلتهم وحولتهم لزومبيز. وأظن الأحداث هاي كلها قاعدة تصير بالبعد الزمني يلي فيه كاتسين ماب كلاسيفايد، لما كانوا الشخصيات الكبيرة محبوسين ودخلوا عليهم شخصيات بريمس. كانوا محبوسين بنفس المنطقة بجروم ليك بأريا 51، بنفس المنطقة يلي موجود فيها هرم الـ MPD. الوقت هداك ما كان فيه زومبيز، كانوا خلص استحوذوا على الزومبي بشكل ما أو بآخر، فإنه إيه موجود علماء وكذا وما في زومبي بالبعد الزمني هداك. فأظن الماب القادم راح يكون بهداك البعد الزمني، بس ما ندري يعني، مجرد توقع لحد اللحظة. بعدين في لقطة وعليها كلام جدا خرافي، منشوف اللقطة عليها صورة دكتور مونتي وشادو مان وبعدين ريكتوفن وشخصيات ترانزيت ونيكولاي. بالكلام اللي بيقوله على هاللقطة انه عوالم ابعاد ارواح كلها مزقت بسبب الجنون او حب التحكم او السيطرة. فبهالصورة منشوف مونتي وشادو مان انه كل هالحروب والعوالم اللي مزقت الارواح كل هالشي مشان حب التحكم من مونتي او الشادو مان، انه مونتي هو اللي بده يتحكم بالايثر والعوالم وكل شيء مع جيشه اللي هو الكيبرز، وشادو مان هو اللي بده يتحكم بالايثر من عن طريق جيشه الابوثيكن. فان العوالم مزقت وكل شيء كل هالشيء بسبب دكتور مونتي وشادو مان، هم قاعدين يلعبوا الشطرنج بالشخصيات ويودوهم يمين ويسار كل هالشيء مشان حدا منهم يستولي على الحكم بالنهاية. وبعدين على نفس الكلام هاد منشوف صورة لريكتوفن قاعد يضحك، وصورة بعدها لستولنجر وميستي نفس الشيء. ريكتوفن كان يتلاعب بشخصيات ترانزيت وبالذات بستولنجر عشان آخر شيء ريكتوفن يعني يصير هو عنده التحكم بالإيثر. هذا الشيء ببلاك أوبس 2 بترانزيت دايرايس بيريد كان دائما ريكتوفن يتلاعب شخصيات ترانزيت هو وماكسس، إنه نفس كيف شادو مان ودكتور مونتي عم يتلاعبوا ليتحكموا أو يصير عندهم الحكم الكامل. نفس الشيء ببلاك أوبس 2 ريكتوفن وماكسس عم يتحكموا بشخصيات ترانزيت عشان حدا منهم يتحكم بالإيثر ويكون عنده الحكم آخر شيء. وعلى نفس هالكلام كمان منشوف شخصية بيتر ماكين. شخصية بيتر ماكين كان جاسوس مبعوث من الولايات المتحدة الأمريكية لألمانيا النازية بالحرب العالمية الثانية، وبعتوه ليشوف شو الدراسات اللي عم يسووها الألمانيين. وبالحرب هاي كانت الحرب كلها بين ألمانيا وحلفائها وأمريكا وحلفائها للفوز بالحرب وللتحكم بالعنصر 115 بشكل كامل، فإنه هالحرب كمان صارت بسبب حب التحكم والسيطرة. وحطولنا تلميح على الحرب اللي هي صورة بيتر ماكين. لما يدري بيتر ماكين كان نازل بالباراشوت تبعه على احد المختبرات باليابان اللي هي من تحكم المانيا النازيه بهداك الوقت، وبالغلط شنك حاله عن طريق الباراشوت علق باحد الاماكن. فانه ورجونا انه الكلام اللي قاله
نيكولاي انه كل هالعوالم والابعاد والارواح مزقت بسبب الجنون وحب السيطره. وبنفس الوقت ورجونا صوره للدكتور مونتي وشادو مان ان هالحروب كلها بسببهم عشان حدا منهم يتسيطر. ورجونا صوره لريكتوفن وشخصيات ترانزيت, ومفروض كانوا يورجوا صوره لماكسس كمان انه كان الحرب بين ماكسس وريكتوفن وتحكمهم شخصيات ترانزيت عشان حب السيطره والتحكم. وبعدين ورجونا صوره لبيتر ماكين انه مات, والمشاكل اللي صارت بهذاك الوقت كان كمان حرب بين ألمانيا وحلفائها وأمريكا وحلفائها عشان الفوز وحب التحكم والسيطرة. إنه كل شيء قاعد يصير من مشاكل, كل هالشيء بسبب إنه في أحد معين بهالعالم عنده حب السيطرة على كل شيء. بعدين بنشوف الأطفال بالبيت خايفين من دكتور مونتي. طبعا ما عنده إلا سامانثا وريكتوفن, لسه ما وصلنا لجورد كروفي فما عنده أرواح باقي الشخصيات. طبعا سامانثا كيف وصلت روحها للبيت؟ من بعد احداث بيريد سامانثا شافت ان ابوها شرير وراحت تواصلت مع ابوها من بعد ثاني بأورجنس. وبعدين دكتور مونتي بعد الاحداث هي كلها اخذ روحها بعد ما حلينا لغز أورجنس ونظف روحها من الشر اللي كان فيه, لانه روح سامانثا وقتها كانت بالهرم الام بي دي والايثر. نظف روحها وخلى روحها نقيه وجابها على البيت. وبعدين روح ريكتوفن الصغير اللي شاف الفيديو شرح القصه اظن تعرفوا الكلام كله, بس قاعد اشرح على ناس جدد. روح ريكتوفن هي من خطة ريكتوفن, لما ريكتوفن من The Giant إلى Shadow of Evil أحد الأشياء اللي سواها أنه راح لبعد اسمه 228 أخذ منه روح ريكتوفن بريئة ووداها للبيت. فمشان هيك بس دكتور مونتي عنده هالروحين فقط, وخايفين من دكتور مونتي بشكل ما أو بآخر. شكله دكتور مونتي لما عرف أنه شخصيات كسروا الدائرة يبي يسوي شيء للأطفال. نعرف إنه دكتور مونتي شرير, شفنا ريكتوفن المعركة العظمى قال لنيكولاي راح نحتاج روحك للقضاء على دكتور مونتي, فمعناها دكتور مونتي شرير. وشفنا شادو مان بريفيليشن بيحكي لنا أسماء ثانية لدكتور مونتي منها إبليس الشيطان وأشياء غيرها, فللحين ما ندري شو شر دكتور مونتي بالضبط. واخر شيء بنشوف معارك من المعركة العظمى, بس اظن معظمكم مفكر انه هاي المعركة العظمى اللي صارت عام 1300 اللي كان فيها ملك الذئاب شخصيات بريمس مع الجيت كيبرز ضد شادو مان وجيشه. لا مو هاي المعركة العظمى اللي قاعدين نشوفها, هاي المعركة العظمى الاولى اللي صارت قبل بداية الكون اصلا, صارت بأغارثا بالايثر بين شادو مان وبين دكتور مونتي. شادو مان وجيش الأبوثيكن ودكتور مونتي وجيش الجيت كيبرز. طبعا بداية الكون ما كان فيه غير شادو مان ودكتور مونتي والجيت كيبرز. الجيت كيبرز اكتشفوا الدارك ايثر, وعن طريق اكتشاف بعضهم للدارك ايثر روحهم صارت فاسدة وتحولوا للأبوثيكن. فشادو مان وقف مع طرف الأبوثيكن والكيبرز الفاسدين, ودكتور مونتي وقف مع طرف الجيت كيبرز العاديين, وصارت حرب بينهم عشان مين يعني يتولى الحكم اخر شيء. وبالحرب هاي فاز دكتور مونتي مع الجيت كيبرز وحبسوا الابوثيكن مع شادو مان بالدارك ايثر لفتره طويله. بس الابوثيكن قبل لا ينحبسوا خبوا الهرم الام بي دي بالقمر, وهرم تاني اللي عرفنا عنه من جديد موجود بمنطقه اريا 51, وبعتوا على الارض العنصر 115 عشان على امل بعد بعدين البشر يستعملوا العنصر 115 ليعملوا حروب على بعضهم, وبالتالي يفتحوا بوابة للأبوثيكن انه يهربوا من الدارك ايثر. وعام 1300 ميلادي فعلا صار هالشيء, والبشر عن طريق العنصر 115 قدروا يفتحوا الفتحة للأبوثيكن انه يدخلوا على العالم. وبهذاك الوقت صارت المعركة العظمى الثانية اللي فيها شخصيات الأربعة بريمس, فيها بابلو, فيها ملك الذئاب, وكانت بين هدول الأشخاص مع الجيت كيبر ضد الأبوثيكن والدكتور مونتي. ومرة تانية بالمعركة العظمى الثانية فازوا الجيت كيبرز مع بريمس وملك الذئاب على الأبوثيكن وطردوهم أو رجعوهم للدارك إيثر. طبعا تذكروا أن قصة الزومبي عبارة عن دائرة سايكل بتضل تنعاد, فالمعركة العظمى الأولى والثانية صارت لملايين المرات, فهالمرة عم نشوفها لمرة جديدة بعد ما انكسرت الدائرة. فجدا عادي هالمرة الأبوثيكن هم يفوزوا لأنه الأحداث هالمرة تغيرت. ومنشوف أنه أحد المتسببين بتغير الأحداث بماب بلود أوف ذا ديد من وراء الراديوهات هو الشادو مان. هو كان أحد المتسببين بتغير الأحداث
فممكن تغير الأحداث لمصلحته عشان بالمعركة العظمى الأولى أو الثانية الأبوثكن هالمرة يفوزوا على دكتور مونتي أو على الجيت كيبرز بشكل عام. وآخر شيء منشوف إن شكل دكتور مونتي الحقيقي شكل أخطبوطي نفس شكل شادو مان بالضبط. طبعا متى تتركم بداية الكون كان في شادو مان دكتور مونتي والجيت كيبرز، فشادو مان ودكتور مونتي هم مو من الجيت كيبرز مو من الأبوثكن. في نظريات يعني فينا نحكي هم مثل إلهين، إله الخير وإله الشر. طبعا أدري ما في غير الله سبحانه وتعالى، بس قاعدين نتكلم بمحتوى قصة الزومبي اللي هي قصة خيالية. فبالعالم تبعهم إلهين، إله الخير والشر اللي هو دكتور مونتي وشادو مان، بس دكتور مونتي هو كمان شرير يعني ما فينا نحكي عليه اللي هو الخير. فهي النظرية الأولى. النظرية الثانية إنه هم أخوين مثلا وكانوا أصدقاء، لأنه بريفيليشن نسمع كثير دكتور مونتي بيحكي لنا إنه شادو مان كان صديق جدا مقرب على قلبه وكان أكثر من صديق، يعني كان شيء جدا قريب على قلبه، وبعدين مع الوقت صاروا أعداء. فممكن كانوا أخوين أو أصدقاء، والله ما أدري صراحة شو العلاقة بينهم وشو أساسهم هم بالضبط. وآخر نظرية إن الدكتور مونتي وشادو مان هم الاثنين نفس الشخص، هم الاثنين شخص واحد بس من أبعاد مختلفة. فهالشخصيتين مثلا الدائرة ظلت تنعاد وتنعاد، فبأحد المرات لما الدائرة انعادت دكتور مونتي من أحد الأبعاد أو من أحد السايكل قدر أنه يطلع ويرجع يدخل بالدائرة اللي قاعدة تنعاد، فصار عنا اثنين دكتور مونتي وواحد منهم تحول للشادو مان فصاروا أعداء، لأنه أشكالهم نفس الشيء بالضبط مثل ما شايفين لما تحولوا لشكلهم الحقيقي نفس الشيء بالضبط، بس الأواعي غير وأشكالهم لما يكونوا مثل البشر كمان جدا قريبة على بعض. فممكن يكونوا هما نفس الشيء لأن بريفيليشن لما شخصيتين يحاولوا يقلبون عليهم كلامهم نفس الشيء، لو تشوف كلامهم كان كوبي بيست، كل واحد يقول على الثاني هو الشرير وأنا الخير. وكمان بريفيليشن دكتور مونتي بيعطينا مثال أنه لما تقطع سحلية لجهتين كلا الجزئين يستمر بالحياة، فكان ما أدري ليش كان قاعد يحكي لنا هالمثال. فممكن قاعد يلمح أنه هو وشادو مان كانوا شخص واحد وبعدين واحد إجا من بعد تاني للآخر أو شيء من الكلام، لأنه الاثنين جيشهم الجيت كيبر، بس واحد جيشه الجيت كيبر العاديين وواحد جيشه الجيت كيبر الفاسدين اللي تحولوا للأبوثكن. فشيء غريب الصراحة، نستنى ونعرف أكثر. فإيه شباب هالفيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم، والله الفيديو جدا تعبني. أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تنعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا آراءكم بالتعليقات، ولا تنسوا تتابعوني على تويتر لأنه هناك بتتلكم أناقش أشياء الزومبي أول فأول، راح تلاقوا أول لينك موجود بالوصف. وبس كان معكم الشركيات وشركة كيش كم ديها التاني، إن شاء الله مع السلامة.